مجددا تحيه بكم مشاهدينا الاعزاء. يعقد مجلس الامن الدولي اليوم الاربعاء جلسه يستمع خلالها الى تقرير للمبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث في وقت كشف التحالف العربي عن حجم الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الايرانيه وتهديدها للامن والسلم الدوليين. واكد التحالف ان الميليشيا الحوثيه لم تطبق اتفاق ستوكهولم خصوصا النصوص المتعلقه بمدينه الحديده، الى جانب انتهاكات الحوثيين لاتفاق ستوكهولم التي بلغت في مجملها 4213 خرقا. ويقدم جريفيث اليوم إلى مجلس الأمن تقريرا بشأن الاتفاقات التي توصل إليها في السويد وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع بالتزامن مع استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي التي تعمل على المراوغة وتعطيل الاتفاق الرامي لإنهاء النزاع الناجم عن الانقلاب الحوثي. في هذه الفقرة مشاهدينا الأعزاء ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد عبد العالم حيدر المحلل السياسي اليمني. أهلا بحضرتك أستاذ عبد العالم وكل سنة وحضرتك طيب. اليوم مجلس الأمن سوف يعقد اجتماع يتناول فيه الأزمة الليبية وجهود مارتن جريفيث المبعوث الأممي طبعا إلى اليمن ولقاءاته المتعددة والمتنوعة مع الأطراف اليمنية التي المتصارعة في هذه الأزمة اليمنية المستمرة لعدد من السنوات. آخر جلسة مجلس الأمن كانت في 18 من إبريل الماضي ولم يتم التوصل فيها إلى شيء ملموس على الأرض. هل تتوقع أن تنتج هذه الجلسة وأن ينتج عن هذه الجلسة أي قرارات يمكن أن تطبق على الأرض؟ على الأقل هل من المتوقع أن يحمل مجلس الأمن مسؤولية خرق هذه الاتفاقات للطرف الحوثي أم أنها سوف تأتي كجلستها السابقة؟ كل القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي من ضمنها القرار 2216 وهو القرار الذي يلزم أو يقضي بأنه يلزم الميليشيات الحوثية بتسليم أسلحتها إنهاء الانقلاب ومن ثم فرض عقوبات على بعض قياداتها. هذه القرارات كلها ذهبت هباء. أجاء القرار الأخير اللي متعلق باتفاق ستوكهولم ومحافظة الحديدة هو قرار إفراغ القرارات السابقة من محتواها بالمقام الأول، لكن بعيد عن استعراض ما قد تم نستعرض أنه قبل كل إحاطة لمجلس الأمن الدولي بدنا نعرف انه مارتن جريفيث سوف يذهب الى صنعاء وسوف يذهب الى مجلس الامن الدولي ويقول لهم انه حصل على وعود وعهود من قبل الميليشيات الحوثيه بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. هذه المره ذهب لهم بشيء مختلف وهو تسليم ميناء الحديده وميناء الصليب وميناء عيسى من طرف واحد. هو يظل المجتمع الدولي بشكل كبير جدا يحمي مصالح الحوثيين بشكل كبير جدا. الى الان لم اجد تفسير واضح لماذا يقوم مارتن جريفيث بتدليل هذه الميليشيات بهذا الشكل. هناك من يتحدث حول مصالح كبيره لبريطانيا في المنطقه، وبالمناسبه في رمضان الماضي كانت القوات الحكوميه على بعد 3 كيلو واقل من تحرير ميناء الحديده وهو اخر معقل للميليشيات الحوثيه او اخر نقطه للميليشيات الحوثيه. بريطانيا هي التي تدخلت ووصلتنا الى ما نحن عليه من العوده الى الخلف. انا لا اتوقع ابدا ان يخرج مجلس الامن الدولي اليوم اي قرار قد يدين الميليشيات الحوثيه. الحكومه خلال الفتره السابقه المجتمع الدولي تطالب المجتمع الدولي بان تحدد من يعرقل اتفاق الحديده بالادله. مجلس الامن الدولي غير ومارتن جريفيث ومبعوثه غير قابلين بان يقولوا من الذي يعرقل ما يجري في الحديده. طيب ما يحدث في الأزمة اليمنية ليس عسكريا فحسب، هناك أيضا أزمة إنسانية يتحملها الحكومة الشرعية في اليمن لميليشيات الحوثي، سواء في قطع الطرق كي لا تصل المساعدات الإنسانية، كي لا تصل المنتجات، كي لا تصل الدواء والوقود إلى المحافظات تحديدا في المحافظات الشمالية التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثي. هل ربما يستخدم مجلس الأمن ورقة ضغط على ميليشيا الحوثي يعني إنهاء هذه الأزمة الإنسانية المستمرة هناك في اليمن؟ لا بالعكس، الملف الإنساني يتم استخدامه من قبل الميليشيات الحوثي ومن قبل المبعوث الأممي ومن قبل المجتمع الدولي لابتزاز دول الجوار بشكل واضح. عندما نتحدث حول ملف إنساني ونتحدث حول وصول مساعدات إلى محافظات تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية ونربط كل هذه المساعدات بما يجري في الحديدة أو عن طريق من الحديدة، نحن نكذب على أنفسنا. هناك حدود مفتوحة كبيرة جدا مع مناطق في اليمن، لأنه اليمن متداخل مع بعضه، نستطيع أن نوصل بالمساعدات الإنسانية إليها لو أردنا أن نوصل هذه المساعدات الإنسانية إليها.